بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، نتواصل أيضا مع انطلاقة جديدة، انطلاقة الشوط التاسع والمخصصة للإبكار محليات الأصايل. ينطلقنا شعارات أصحاب السمو والشيوخ في هذه الفترة المسائية هنا، والفترة التراثية، الصدارة والمقدمة والمركز الأول. تتواجد هناك شاهينية لهجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصور في عملية التضمير. المركز الثاني مشكورة لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير. انتقل نقلة مباشرة مع المركز الثالث، وتتواصل وعد، والوعد كالرعد هناك أيضا على المركز الثالث. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد انهيان محفوظ بن خميس الينيبي في عملية التضمير والتدريب، بينما هناك الوصول من صوقة لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. والمركز الخامس أتابع بن ظبيان سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مبارك بن محمد بن عيسى المطوعي هنا، بينما اللي تدخلت في هذه اللحظات على المركز السادس حشيمة هناك أيضا بشعار الحشمة لهجن الرئاسة وصالح بن سعيد بن علي المري. وهناك أيضا المركز الثامن أتابع هناك المركز السابع هناك ايضا مينونه، تعود ملكيه مينونه بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع يضمرها، بينما المركز الثامن اتابع الاثاره من الهده لهجن الرئاسه وصالح بن سعيد بن علي المري. هكذا ايضا التواصل، هكذا النداء للمراكز الثمان الاوائل المتقدمه هنا والباحثه عن الناموس بشعارات اصحاب السمو والشيوخ. الصداره والمقدمه المركز الأول في هذه اللحظات مشكورة. هناك أيضا من تأتي بهذا الشعار مشكورة لهجن الرئاسة والمميز. هناك أيضا يتواصل في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز الثاني اعزائي المشاهدين متابعينا الكرام، الشاهينيه لهجن الرئاسه راشد بن محمد بسم المنصوري المستحيل، يتواجد في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره. والمركز الثالث وصلت وعد هناك ايضا، وتقدمت من المركز الرابع حتى المركز الثالث في هذه اللحظات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد انهيان محفوظ بن خميس الينيبي. هناك ايضا الزعيم من يتواجد في عمليه التضمير والتدريب والعنايه المستمره. المركز الرابع هناك صوقة لهجن الرئاسة، وأيضا أعزائي المشاهدين علي بن يميل الوهيبي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة لهذا الشعار. المركز الخامس أتابع هناك أيضا حشيمة بشعار هجن الرئاسة وصالح بن سعيد بن علي المري. والمركز السادس أتابع هنا أيضا القدوم بالظبيان سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مبارك بن محمد بن عيسى المطيعي، بينما اللي قادمة هناك مينونة بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوب. طارش بن مبارك بالقوبع هناك ايضا يضمرها في عمليه التضمير والتدريب. ايضا اعزائي المشاهدين، بينما القدوم من الهده لهجن الرئاسه صالح بن سعيد بن علي المري. هكذا ايضا التواصل، هكذا الرقص الجميل بهذه الشعارات الاكثر تميزا هنا في عاصمه الميادين. الصداره والمقدمه، المركز الاول. يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله، الشاهينية هناك على صدارة هذا الشوط. يا سلام، شعار هجن الرئاسة مع المستحيل. المركز الثاني أتابع هناك مشكولة لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد ومايد آل خيلي ضمرها المميز، بينما المركز الثالث وصلت هناك أيضا وتقدمت وعد هناك أيضا بشعار العناوي. هناك سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان محفوظ بخميس الينيبي. هناك أيضا أعزائي المشاهدين أبو ناصر هناك أيضا يتواجد في عملية تضمير والتدريب والعناية المستمرة. عودة إلى أيضا شاشة أبو ظبي الرياضية هناك أيضا الناقلة من قلب الحدث. أتابع هناك الصدارة، أتابع التحدي والإثارة هنا في هذا الشوط. الله 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 الله، بدأ التحدي، بدأت الإثارة، بدأ الاندفاع، وبدأ الرقص هنا أيضا على صدارة هذا الشوط. رباعية فلا أروع على الصدارة هناك أيضا مع المركز الأول. مشكورة 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 من تتواجد
حركت هنا هذه الذلول العملاقة المميزة بهذا الأداء المميزة بهذا الشعار لهجن الرياسة. مبارك بن أحمد بن مايد الأخيلي المركز الثاني، أتابع الشاهينية لهجن الرياسة راشد بن محمد بسم المنصوري، والمركز الثالث وعد اللي تدخلت وعد اللي تسللت في هذه اللحظات أيضا سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بخميس آلي نيبي، هناك أيضا من يتواصل في هذا التواصل، والمركز الرابع الله سوقه وصلت سوقه، هناك أيضا من تسوق كلمات الناموس لهجن الرياسة وعلي بن يميل آل وهيبي الله الظافر يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة هنا. هناك الصدارة والمقدمة المقدمة والمركز الأول هنا، التحديات والإثارة على صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، الصدارة وين؟ المقدمة مع مشكورة ما زالت مشكورة ما زالت على صدارة هذا الشوط لهجن الرياسة. مبارك بن أحمد بن مايد آل خيلي الله المميز يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة هنا لمشكورة، بينما اللي قادمة مع المركز الثاني هناك وعد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بخميس آلي نيبي، هناك الزعيم العناوي يتواجد في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. المركز الثالث الشاهينية لهجن الرياسة راشد بن محمد بسم المنصوري يتواجد في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع هنا وصلت اللي هي صوقة، وصلت صوقة لهجن الرياسة، ووصل علي بن يميل الوهيبي، هناك أيضا ظافر المضمرين ينطلق مع صوقة في هذه اللحظات. خلوني مع الأربع هنا أيضا على صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، الشوطنا هناك أيضا أعزائي المشاهدين التاسع ويحمل سن الثنايا ابكار محليات الاصايل، هناك على الصداره والمقدمه المركز الاول هنا بدا الرقص، هنا بدا الشعار العناوي، هنا بدا يسيطر على صداره هذا الشوط ليكون اول العابرين مع جسر العبور على صداره هذا الشوط. هناك ايضا وعد 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 والوعد كالرعد، هناك ايضا سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان محفوظ بخميس الي نيبي، هناك ايضا يتواجد في عملية التضمير والتدريب. فركز يا ابو ناصر هنا مع هذا الانطلاق وفي هذا المسار. المركز الثاني اتابع الشاهينية اللي تتسلل هنا ايضا وعينها على الصدارة، عينها على المقدمة، هناك لهجن الرياسة وايضا يضمرها راشد بن محمد بسم المنصوري، هنا ضمر اسماء من ذهب تتواجد مع هذا الشعار، بينما المركز الثالث تتواصل مشكورة هنا على ثالث المراكز لهجن الرياسة. ومبارك بن أحمد بن مايد الأخيلي الله يا المميز الله يا المميز ينطلق مع مشكورة على المركز الثالث. المركز الرابع هناك ايضا الوصول في هذه اللحظات مع صوقه هنا ايضا لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي، هناك ايضا يتواصل في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. هناك ايضا الشعار شعار هجن الرياسة وايضا شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان مع الفطاحلة من المضمرين، الفطاحلة من المضمرين، هنا الزعيم العناوي وهناك ايضا المستحيل وهناك المميز والظافر في موقع واحد وفي مسار واحد في تحدي واحد. الله يا سلام يا سلام يا سلام، يا لها من أسماء يا لها من أسماء، يا له من رقص هنا جميل، هناك أيضا على صدارة هذا الشوط. يا سلام يا سلام، الصدارة وين؟ المقدمة هناك أيضا، المقدمة مع وعد، المقدمة مع وعد على الصدارة والمقدمة. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان من يقدم الأصالة بأكملها، وهناك محفوظ بن خميس آل نيبي الله يا أبو ناصر، هنا فلله درك على الصدارة والمقدمة، هنا تعليمات جميلة هنا على صدارة هذا الشوط، ولكن هناك أيضا شعار هجن الرياسة مع الشاهينية والمستحيل الذي لا يعرف المستحيل يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث هناك أيضا مشكورة لهجن الرياسة المميز، هنا اسم على مسمى، هنا دائما يتميز هنا، بينما اللي قادم مع المركز الرابع هنا في هذه اللحظات
بينما أعزائي المشاهدين التواصل الجميل اللي قادمه هناك وصلت سوق لهجن الرياسة. علي بن يميل الوهيبي تسلل الظافر هنا في هذه اللحظات. الله الله بدأ الرقص هنا على صدارة هذا الشوط. وعد يا وعد على الصدارة هو المقدمة. المركز الأول المنصة هبانت هنا والصدارة هو المقدمة. الأمور في خطر. الصدارة وين؟ المقدمة هنا أيضا مع وعد. تسللت الشاهينية اتحركت هناك صوغة بينما هناك أيضا الوصول في هذه اللحظات. مشكورة على هذا الأداء. على الصالة هناك أيضا تنطلق في هذه اللحظات. الكيلو الخطير. الشوط بدأ يشتعل مع هناك وعد ومشكورة وأيضا صوغة وهناك الشاهينية. الله 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 رباعية ولا أروع على صدارة هذا الشوط. ولكن يا أخواني نبغي درب هنا لمشكورة في هذه اللحظات. يا سلام بينما التحدي والإثارة في هذه اللحظات هنا أيضا وعد ما زالت تسللت صوغة تحركت الشاهينية. الله يا سلام مشكورة اللي قادمة في هذه اللحظات بينما الشاهينية المستحيل الظافر أبو ناصر وهناك المميز هنا. الله يا سلام التحدي والإثارة. الجولة الأمتار النهائية 300 متر جولة الأوامر. اتحركت الشاهينية انطلقت صوغة. مشكورة. الأمور في خطر. خط النهاية. الفطاحلة المضمرين في موقع واحد. هناك أيضا الظافر علي بن ميل الوهيبي هنا. سلام بوسعي سلام أيضا مع هذا الأداء الجميل مع صوغة لهجن الرياسة المركز الثاني. ايضا كان من نصيب مشكورة قدمت العرض الجميل لهجن الرياسة. وايضا مبارك من احمد بن مايد الخيلي المركز الثالث كان من نصيب هناك الشاهينية لهجن الرياسة. وايضا مع المستحيل مركز الرابع كان من نصيب وعد سمو الشيخ ذياب بن محمد زايد الهيان محفوظ بخميس علي نيبي في عملية التضمير والتدريب والعناية المستمرة. بينما اللي قادمة مع المركز الخامس هناك الهدى لهجن الرياسة وصالح بن سعيد بن علي المري على المركز الخامس. عودة إلى التوقيت الزمني هناك أيضا صوقة لهجن الرياسة وأيضا 13 ثانيتين ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة وتهانينا العلي بن ميل الوهيبي. بينما المركز الثاني مشكورة لهجن الرياسة مبارك بن أحمد مايد الخيلي يتواجد وتتواجد بهذا التوقيت الزمني. قدمت عرض جميل ومميز تشكر عليه. هناك أيضا مع اللحظات الأخيرة 13 دقيقة يا مخرجنا المبدع وأيضا ثانيتين سبع أجزاء من الثانية. بينما هناك الشاهينية لهجن الرياسة ويتقدم المستحيل مع المركز الثالث بالتوقيت الزمني وقدره مع المركز الثالث 13 دقيقة 3 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الهوايزين.